ازيكم معانا النهارده في حلقه جديده هنا في ستيفلر رياكشن على هوم سينما. رجعنا فيديو جديد وحلقه جديده، والتريلر اللي احنا هنعمله رياكشن النهارده هو الموسم الثاني للعبه اللي تحولت مسلسل، وهو لعبه او مسلسل ذا لاست اوف اس. قبل ما نخش في الحلقه معلش عايز اقول حاجتين بس بسرعه. الحاجه الاولى انا بعتذر جدا على الفيديوهين اللي فاتوا اللي نزلوا، اللي كنت عامل مراجعه للفيلم بتاع ميجان فوكس وتعامل مراجعه الفيلم اللي هو افريد. انا عارف ممكن تكون الاضاءه مش احسن حاجه، انا عارف ان الكواليتي ممكن ما تكونش احسن حاجه، انا عارف ان الصوت ممكن ما يكونش احسن حاجه، بس اعذروني انا يعني كنت لازم اعمل الفيديوهين دول انزلهم لان انا كنت لسه راجع من الساحل فغصب عني، فكنت قاعد هناك فقلت بالمره اخبط الفيديوهين دول واعملهم وانجز وقته بالمره عشان ما اطولش عليكم في ان انا ما بنزلش حلقات، لان كنت قاعد بقالي تقريبا بتاع 3 4 ايام او 5 ايام ما كنتش بنزل حلقات، فقلت ان انا اعمل الفيديوهين دول هناك واشتغل عليهم هناك وابدا انزل الفيديو اول لما ارجع ان شاء الله باذن الله ونزلت. فانا ما اعرفش ان الكواليتي مش هتبقى احسن حاجه لان انا كنت طبعا بصور بالموبايل ما كنتش بصور بالكاميرا بتاعتي، وطبعا المايك اللي هو المايك ده طبعا كنتش بصور بالمايك ده، كنت بصور بالمايك اللي هو بتاع الموبايل اللي هو المايك اللي انتوا شفتوني اللي انا كنت حاطه هنا ده. ف بتأسف لو الصورة والصوت مش أحسن حاجة، فيعني إن شاء الله بإذن الله تتعوض، فاعذروني يعني. فكنت لازم أعمل الحلقتين دول وأنزلها لأن كان فيلمين كنت أوريدي كنت شايفهم قبل ما أسافر، فكنت لازم ما لحقتش طبعا أصورهم قبل ما أسافر فصورتهم هناك يعني، فمعلش أنا آسف يعني. حاجة تانية، ما تنسوش تكونوا عاملين سبسكرايب للشانل بتاعتنا لأن ده بيساعدنا جدا 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 يا جماعة على الشانل هنا، وما تنسوش اللايك والشير للحلقة. ويلا بينا نبدا مسلسل ذا لاست اوف اس الجزء الثاني او الموسم الثاني. طبعا اللي انتوا عارفين ان انا بالنسبه لي لعبه لاست اوف اس الجزء الاولاني دي من احلى الالعاب اللي لعبتها في حياتي، قد تكون اللعبه الافشخ بالنسبه لي، دي بالنسبه لي دي احلى لعبه لعبتها في حياتي يعني، ممكن هاندز داون دي تبقى احسن لعبه لعبتها في حياتي الجزء الاولاني مش الجزء الثاني. واللي لعب الجزء الثاني هيعرف كويس قوي انا اقصد ايه يعني. الجزء الثاني اللعبه ما كانتش حلوه خالص. فبيزيكلي الجزء الثاني بتاع اللعبه بتاع ذا لاست اوف اس هيبقى الموسم الثاني بتاع ذا لاست اوف اس. اتمنى ان هم لان هم هبلوا جدا في اللعبه. ندي كده برضو سينوبسس سريعه على بالنسبه للعبه ذا لاست اوف اس. الجزء الاولاني هي اللعبه بتاعت الجزء الاولاني او الموسم الاول يعني، والموسم الثاني هي المفروض ان هو الجزء الثاني بتاع اللعبه. اتمنى ان هم يظبطوا شويه حاجات وما يهبلوش، لان طبعا مش هقول سبويلنج مش هقول اي حاجه، لان هم هبلوا كتير قوي في اللعبه في الجزء الثاني وما عجبتنيش خالص. فاتمنى ان هم يعدلوا ده شويه في الموسم الثاني بتاع اللعبه وما يعملوش اللي في دماغي يعني. طبعا مش هقول ايه هو اللي في دماغي لان لو قلت هيبقى حرق الاحداث وممكن يعني اتشل يعني، خصوصا المسلسل ده انا عرفت من فتره ان هيبقى غالبا هيبقى فيه سيزون 3 وسيزون 4، فالله اعلم بقى هم هيعملوا ايه في سيزون 3 وسيزون 4 لان اصلا اللعبه يعني موسمين يعني اللعبه جزئين بس، فما اعرفش بقى هم هيعملوا ايه. وطبعا معانا في البطوله هو بيدرو باسكال في دور جويل، كاركتر واحد من الكاركترز المفضلين ليا، وبيلا رمزي في دور الي. الباقي اللي هو جابرييل لونا اللي هو في دوره في دور تومي اللي هو المفروض ان هو اخو جويل. وعندنا بقى كاركترز جديده هتخش معانا في الموسم ده. عندنا كيتلين ديفر اللي هي هتقوم بدورها ابي، وطبعا اللعب الجزء الثاني بتاع لعبه ذا لاست اوف اس هيعرف مين كويس قوي هي مين ابي. طبعا مش حد تقييم ترقب لان ده تيزر مش اوفيشال تريلر، فاحنا لما ينزل اوفيشال تريلر ان شاء الله باذن الله هندي له نسبه ترقب. وطبعا كالعاده ما اشوفش التريلر ولا مره، هشوفه معاكم دلوقتي لاول مره ذا لاست اوف اس الجزء الثاني بعنوان ذا لاست اوف اس دي. يلا بينا. Say it out loud, no matter what it is, no matter how bad. بصوا بصراحة أنا مبسوط ومش مبسوط لأن هما تقريبا هيمشوا على نفس الموضوع بتاع اللعبة بتاعت الجزء التاني، لأن في حاجات كتيرة جدا 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 احنا شفتها في التريلر يعني. اللي لعب اللعبة كذا مرة الجزء التاني بالأخص زي حالاتي هيعرف إن هما أخدين كتير قوي من الجزء التاني بتاع اللعبة. عندي كذا حاجة عايز أقولها.
الي عندي مشكله مع الي، مش مشكله مع بيلا رمزي، عندي مشكله في حته موضوع الي، لان الي في الجزء الثاني هي كبرت فشخ عن الجزء الاولاني على فكره، بس ستيل المفروض ان الكاركتر كان المفروض يتغير. يعني المفروض ان بيلا رمزي مفروض، يعني انا في ناس كتير حبوها في ناس كتير ما حبوهاش، انا بصراحه يعني في النص، يعني لان الكاركتر اللي هي بتاعت بيلا رمزي اللي هي الي، انا صراحه يعني كنت تمنيت ممكن يبقى حد تاني. يعني على الرغم ان بيلا رمزي على فكره شاطره، انا ما قلتش ان هي وحشه او مثلت وحش، بس يعني كنت تمنيت ان يكون ممكن يكون حد احسن على الاقل في سيزون 2 في الموسم الثاني، لان الموسم الثاني او الجزء الثاني بتاع اللعبه في فرق كبير. انا مش فاكر بالظبط يعني، لان بقالي كتير قوي ما لعبتش الجزء الاولاني والثاني. في فرق كبير جدا ما بين الجزء الاولاني والثاني على فكره كاعمار، مش عارف في فرق ما بين 5 6 7 سنين تقريبا على ما اظن، فهتشوف ان الي كبرت. انما هنا في المسلسل انا حاسس ان الي هي بتاعت الجزء الاولاني ما كبرتش، يعني اللي هو المسلسل خلص من هنا او الموسم الاول خلص من هنا، يلا بينا نصور الموسم الثاني على طول. فمش شايف الاعمار اللي اختلفت والكلام، ونفس الكلام لجول على فكره، انا حاسس ان جول برده ما كبرش، يعني على عكس برده اللعبه على فكره ما بين الجزء الاولاني والجزء الثاني هتحس لا فعلا في فرق في العمر بتاع جول يعني. لكن الكاركترز هي وفي ناس كتير وفي حاجات كتيره جدا زي في اللعبه زي الجزء الثاني برده هنبدا نشوف. انا بصراحه صدمت لما شفت ابي، حاسس ان هو هيبقى كاركتر يعني انكاست، يعني انا شايف ان البنت اللي هتمثل دور ابي انا حاسس انها هتبقى انكاست، بس برضو في موضوع البنيه العضليه دي اللي هي عندها، لان ابي المفروض ان هي عندها عضلات. وطبعا اللي فاهم اللعبه مش عايز اخش في تو ماتش ديتيلز، هي المفروض ان هي اصلا يعني مش بنت يعني، فاحنا مش عايزين نخش في الحته دي، انتوا فاهمين قصدي، الجيمرز هيعرفوا قوي اللي انا بقوله. لان الموضوع من الاخر الجزء الثاني بتاع اللعبه يعني مليان اجندات من الاخر، يعني سكه ودغري مليان اجندات بطريقه يعني مقززه، اللي هو تحس ان هو نيل دراكمان اللي عمل اللعبه ذات نفسه، اللي هو يعني حب الناس الجزء الاولاني اللي حبت الجزء الاولاني ان احنا حبينا اللعبه وعايزين كذا وكذا وكذا، فهو حرفيا راح عمل عكس تماما اللي الناس قالته. فده لو كان قاصد يغلس على الناس اللي اشترت اللعبه مش هيعمل كده يعني. بس اوفر اول يعني الى حد ما برضو شكلنا هنجهز مناديل كتيره في الموسم ده. I'm not ready for this. I'm not ready for that scene, particular scene يعني، فالناس عارفه برضو. والله الى حد ما انا حاسس ان انا مبسوط، بس يعني اتمنى ان انا اشوف اوفيشال تريلر، يعني ما اعرفش هو هينزل اوفيشال تريلر امتى، بس يعني باي ذا واي المسلسل السنه الجايه، هو مش السنه دي، هو السنه الجايه. اخديه من اللعبه كتير برضو، اخديه من اللعبه كتير. وفي المشهد المشهور بتاع ابي لما كانت بتعدي من الزومبيز والزومبيز كانوا عايزين يقتلوها، اللي حط المسدس ده كان جويل، يعني ده كان بدايه التعارف ما بين جويل وابي والكلام ده كله، مش هخش برضو في ديتيلز. انا اتمنى ان المسلسل يطلع على قد التوقعات، واتمنى بصراحه لو هم فعلا، يعني دي الحاجه الوحيده اللي عايز اقولها، يعني لو هم فعلا مكملين بعد الموسم الثاني هيعملوا موسم ثالث وموسم رابع، اتمنى اللي في دماغي ما يحصلش ويحصل ممكن في الموسم اللي بعديه او الموسم الاخير، لان هم لان الجزء الثاني لعبه كبيره جدا على فكره، يعني الجزء الثاني اكبر بكتير قوي من كران تايم بتاع الجيم بلاي، اكبر بكتير جدا من الجزء الاولاني. فاتمنى بصراحه ما ياخدوش الموضوع كله ويحصل اللي يحصل في الموسم الثاني والموسم الثالث والرابع، ما يكونش فيه كذا. فبرضه مش عارف اتكلم، مش عارف اقول ايه، مش عايز احرق بجد، مش عايز احرق. بس اوفر اول انا حاسس كان طباع اولي، يعني انا حاسس ان هو مش وحش، انا شايف ان هو كويس، واتمنى ان هو يبقى اقوى كمان من الموسم الاول، لان في يعني في انا شايف ان في كذا حلقه في الموسم الاولاني يعني برضه كانت مستفزه فشخ، ما جاتش معايا سكه، بالذات الحلقه اللي كان اسمها ليفت بيهايند اللي هي كانت دي ال سي بتاعت الجزء الاولاني بتاع اللعبه. فاتمنى بصراحه ان هم يعني تبقى احسن، يعني اتمنى ان هي تبقى احسن من يبقى احسن من الموسم الاولاني. انا ما قلتش الموسم الاولاني وحش على فكره، بس لو لو هنخش في جو مقارنه، اللعبه الاولى احلى ولا الموسم الاولاني بتاع المسلسل احلى؟ طبعا هقول لك اللعبه يعني بدون نقاش يعني. عشان كده بقول لكم اتمنى ان هم في الموسم الثاني يعالجوا الموضوع ده وما يهبلوش يعني. بس دي كانت انطباعاتي الاوليه عن مسلسل ذا لاست اوف اس الموسم الثاني. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، ان شاء الله اشوفكم في فيديو ثاني قريب. ما تنسوش تعمل سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم، ما تنسوش برضه تعمل سبسكرايب للشانل الثاني اسمها هوم الون وتيك تو، هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. ولو حابين تعملوا فولو لايك على فيسبوك وتيك توك وانستغرام برضه هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. وباي باي.